لو ضفت لك المكيفات والثلاجات والغسالات احنا 20 سنه عشان نجيب صادرات شركه واحده عيب علينا. لكن مع هذا نسال الزول الشاب فقام ادنا كرت الشاب شاب صغير كده لما قريت الكرت لقيت لسوء حظه الزول المعايدة الاداره العامه للابتكار للانتاج المعدني والابتكار فقلت للزول السياسي ده يا اخينا دي الاداره بتاعت التنظير فهم قلت لي ده انك لو سمحت وريني دور التنظير البحث العلمي يعني والابداع في نهضه سامسونج فقام تلفوني ضرب فانا عملت شنو؟ شخدت كده قفلته قال لي قفلت التلفون قلت له احترام لك فقام ضحك قال لي طالما انت سالت عن دور الابداع والتنظير انا اقول لك الشخته دي شكرا شكرا الشخته دي كلفتنا 5000 ساعة من البحث العلمي وهنا الآن في منصة بتاع البحث العلمي عشان تعمل دي 5000 يعني مثلا 10 شباب شغالين 6 ساعات يومين لمدة كم سنة لمدة كم شهر عشان انت تشهد دي طيب يا جماعة لما تيجي تكبر الصورة انت عاملها كده 7000 ساعة تنزل 5 تزيد صوت تزيد يعني التلفون ده تلفون 60000 ساعة من البحث العلمي حتى أصبح تلفون كيف تدعي تشكيل مستقبل للسودان بدون تنظير؟ مستحيل مش كده؟ أيوة مستحيل ينبغي هنا نتكلم إن السودان آن الأوان للسودان أن يستدعي السلطة الغائبة سلطة العلم والإبداع وإنتوا الآن مزحومين في القيادة العامة بالتظاهر كل علماء السودان آن. أنا أول مرة ضرب لي واحد قال لي إحنا أنا فلان الفلاني اتحاد الخبراء السودانيين في ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية 7 في 500 بعد شوية اتحاد الخبراء في ما في الكويت ما في ايه بعد شوية خبراء قال لي احنا جاهزين دارين خرطوشنا ده يربط مع البث الحكومة زي التانكر لما يجرب في البنزين جاهزين بيعمل ماذا نعمل عملنا اذا الان السودان عنده علماء وجاهزين بس كيف يضخ ودي السلطة اللي احنا كنا فاقدينها زمان عشان كده احنا محتاجين لتخطيط ولعلم ولخيال ما الكلام بتاع علي بالحرام كده يمشي ثورة مهما يحدث تبدع بس نعم ثورة مهما يحدث تبدع بس ما في غير نبدع بس ايوه ضيفت عليك تسلم بجد شكرا يا برو بجد شكرا كده عينه معين العربية دي ما فيها علم ما فيها ابداع ما فيها جمال ما فيها خيال ان نفذوا الكلام ده ما ناس مهاراتهم عالية يعني البلد دي العربية دي دايرة علم انا اتكلم على دولة بدون كلام زي ده يا جماعة يا اخواننا مرة واحد صح قال لي صاحبه وهو امريكي قال لي يا اخي انت الان الاجازه جات تمشي تجز معي في افريقيا الامريكي الاول اصله من افريقيا والثاني اصله من امريكا ذات فقال الامريكي الابيض قال له يا اخي من زمان نفسي اشوف افريقيا انا حقضي جزء من اجازتي معك والجزء الباقي بمشي اهلي فلما وصل هناك وصلوا الساعه 2 صباحا الصباح الحجه عملت لهذا الرجل وجبه افريقيه لذيذه جدا قال لي انا اول مره اكل في حياتي بيعملوها كيف فشرحوا لي قال لي الحجة خليني أعملها براي فتبخى لخبته بقى فطور غدا عشاء فطور غدا عشاء فطور غدا عشاء فطور شايف لما انكربه مشى أمريكا دعا أصحابه 50 تبخى الأكلة دار يتأكد جيبك يمكن أنا شايفها سمحة لكن الناس شايفينها ما سمحة دار يتأكد فأكل 50 كلهم قالوا يا جماعة الأكل دي لا سيئة ولا جيدة ولا ممتازة ولا رهيبة كلهم قالوا رهيبة عملتها كيف؟ قال لي أنا ما أحب زي اللي في ريدك ما بوريكم فقام مشى عمل شنو؟ مش عمل مطعم بدل قطية قزاز وتكييف وبدل القدح بقت صناديق بدل ما كانت مشرتنا كده بقت شنو مدورة قيافة نفس الأكلة باع الكلام ده جماعة في 2007 باع 20 سندوتش بعد شوية الخبر انتشر ما في حاجة رهيبة ظهرت ب 50 سندوتش 150 500 1500 لما احتفلوا في 2007 اللي هو قبل تقريبا 12 سنة الآن احتفلوا بانه اصبحوا يبيعوا سندويتش يوميا خلوا بالكم ما سنويا يوميا تزعوا 150 مليون دولار واحنا قاعدين شنو علي بالحرام الكلام يا فيها يا طفيه وبيصدر شنو كركديه الدخن الذره البهايم يعني الشاورما ما بدنا ندري وده اللي بيصدر يجي نزه طيب يبقى احنا فيه كلام في بعدي مفقود كده انا دار اوريكم معاي تجربه سنغافوره نشوف مع بعض 5 دقائق شغل
لدي في مصر عليك. في البلاد. وبينما كانت سنغافورة تتفوق اقتصاديا،
استطاعت حل مشكلة المنازل العشوائية بتخصيص الأراضي وتسليمها إلى القطاع الخاص مقابل تقديم خدمات مرافقة للسكان، وبذلك امتلك 85% من السنغافوريين منازلهم الخاصة. انخفض معدل البطالة إلى 3% عام 1980، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 7 مليارات دولار في عام 1960 إلى 360 مليارا في عام 2016، كما ارتفع دخل الفرد من 435 دولارا إلى 80,000 دولار سنويا في الفترة نفسها. تعرض لكواليو لانتقادات تتعلق بنظام حكمه الذي أداره بشكل مباشر طيلة 30 عاما بدأت عام 1960 وانتهت بتخليه عن السلطة طوعا عام 1990. ربما لم يكن زعيما ديمقراطيا مثاليا، فيشار غالبا إلى استمرار عائلته بالحكم عن طريق ابنه محسن لونغ الذي تسلم رئاسة الوزراء عام 2004. لكنه رغم ذلك زعيم مجتهد نهض بسنغافورة وحولها من مستنقع فقير إلى مركز مالي عالمي تكتظ فيها ناطحات السحب وينعدم الفساد بين مؤسساتها إلى حد كبير. وجواز سفرها يتربع مع ألمانيا في المرتبة الأولى عالميا لعام 2017، كما أن ناتجها المحلي الإجمالي يعادل الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا التي تخلت عنها، رغم أن ماليزيا تفوقها مساحة ب450 ضعفا. هذا الرجل يتذكره سنغافوريون بلقب الوزير المعلم أو المعلم الأعلى. وعندما مات عام 2015 سجل التاريخ له تركة ثمينة، سمعة طيبة وبلادا غنية تعد واحدة من أقوى اقتصادات العالم. فهل سيكون لبلادنا العربية لي كوان يو يوما ما؟ طيب يا جماعة، سنغافورة اللي بيجي الزول فيها مرتبه 80,000 دولار طبعا دي بيحسبوها كيف ذاته ما عارف، لكن نزل عارفين مساحات دي بيساوي شنو؟ 40% من مساحة ولاية الخرطوم. ولو قارنت بجنوب كردفان، جنوب كردفان بيساوي سنغافورة 145 ضعف. الفرق ديكي فيها شنو؟ فيها الذهب وفيها الغاز وفيها الحديد وفيها اليورين وفيها الماس وفيها الكلام ده. طيب يبقى معناتها احنا عندنا طيب نتكلم على كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية أي زول عاقل ما بيقدر يقارن كوريا بالسودان في الخمسينات والستينات. دولة متخلفة وما عندها أي موارد طبيعية. لكن عملوا استراتيجية، فكرة وطنية، التحموا حول الناس، قيادة رشيدة. الدخل بتاع الإنسان الفرد كان 79 دولار، الآن 30,000 دولار. والعامل الكوري مش الوزير، العامل النجار والحداد بيتفسح في ألمانيا وفي سويسرا عن قروش بتوديه. إحنا عندنا زول بيقدر يمشي حدك القاهرة ده إذا قدرت مشيت. يبقى إحنا محتاجين لتفكير جمعي كده. عينوا معاي، العربية دي مش عبارة عن جرابوكس كاربريتر لديت التركيبة في بعضها في بعضها، والكاربريتر ده عبارة عن أجزاء إلى أن تصل بلية ومسمار وصامولة، هي مش عملية بنائية منتظمة. فإذا أنا قمت ركبت الجسم العربية ده، خدت فيه المحرك ده وجبت فيه الاكسسوارات دي وهكذا، كل واحد من ديت ده كاربريتر طرمبة جرابوكس بناء محترم، في النهاية ما بصل للهدف النهائي اللي هو إنتاج العربية. يبقى إحنا محتاجين إلى إنه ننجح. عشان ننجح لازم أي زول ينجح فينا كلنا. العربية دي يا جماعة باختصار، لو أنت ما قررت المسمار صح، ما رشيت البغية صح، ما ركبت البلي صح، المراية ما موزونة صح، ما حقدر تقلي عربية كويسة. فعشان كده ما نقول الحكومة الجاية هي بتنجح. لو ما أي زول فينا تحت نجح أدى شغله تمام ما حنقدر نفي. يعني معناتها لازم نعرف إنه أمشي وتعال بكرة هي تهديد للحلم السوداني وتهديد للفكرة الوطنية السودانية. إذا ما عندنا فكرة وطنية بنهدر قروشنا، تفتكر إحنا ما ضيعنا قروش؟ ضيعنا قروش.
لانه ما عندي هدف يا جماعه. لو انت الليله قلت في المحل دي ده عليه عماره 25 طابق 25 سنه هتعمل الطابق الاساس يتحمل 25 السنه دي هتعمل الطابق والسنه دي لكن يا جماعه 20 حتكون وسطها. لكن لو كنت ما عارف ما اتصل عندكم عمل. انا كنت بقول كان زول بيصدقني ما في وكده. واحد قال لي يا اخي نظريتي ساكت زعلني فقمت مشيت وعملت دراسه حسبت تكلفه القروش الصرف السودان في 20 سنه في الخيران خيران الخريف دي يا جماعه. ورجينا في 20 سنة صرفنا 13.3 تريليون جنيه. 13 بالقديم طبعا 13.2 تريليون حولناه للدولار حسب سعر العملة في الوقت ذاك. ادينا لناس بتاعين مهندسين شغالين خارج السودان يا جماعة دي الأطوال كذا كيلو خيران وين مبلغ زي ده بيعمل لنا شنو. لما جوني بعد 3 يوم لقيتهم قلت لي يا أخينا وصلت لشنو. أول قالتني ما قلت لهم العبر خنقته يا اخي في شنو. قال لي هذا المبلغ لو قبيل كان رؤيه استراتيجيه كافي لتاسيس نظام صرف سطحي للسودان بنفس الاطوال بمواصفات الصرف الصحي في مملكه السويد اللي هي اعظم نظام صرف صحي في العالم. لكن بيحصل شنو يا جماعه؟ في شهر 5 زي اليومين دي كده الله يا اخي الخريف فاجانا. ما معروف في خريف كل سنه نقوم نحفر شنو؟ الخير. راحت مليار السنة الجاية شنو القناة اندفنت تاني الله يا أخي الخريف فاجأنا. ندفن وندفن 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 النتيجة أهل خيرا حايب ما تكون ما في قروش. القروش فيه لكن الرؤية الاستراتيجية شنو هي ما في شيء. عشان كده نفس الدولة صرفت فوق هي نفسها تحت لكن داك عنده شنو القطر يا زول ومكيف وانت درج المحطة عشان يجيب القطر الداير ويتفرج في التلفزيون وده شنو. كده نعاين كده عينوا معي كده تخيلوا معي نفترض سلفا انه انتم كسودانيين دايرين ده دا مقرنين لين يكون شكله كده. نفترض كده عاجبنا كده خلال سنه 2040 نكون وصلنا كده. بيجي واحد يا جماعه يدي العماره دي معتمد لشركه ودي 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 يفوت. يجي معتمد يدي دي ودي ودي يفوت. المعتمد بعد الياكين المعتمد اللي بيجي سنه 35 بيقسمها لما تيجي سنه 40 المنظر ده يكون شنو؟ اكتمل لانه في خيال اخذتينا في الورق مشينا فيه. لكن كده تخيلوا معاي احنا ما عارفين دايرين شنو في مقر النيلين. بيقوم يجي شنو يا جماعه؟ المعتمد ادى الغصب شال عصايته ورق جوله تفقديه ها وقف في مقر النيلين عاين كده عاين كده صنع مسافه يفكر بعد اسمع اكفل لي بجاي بعدين اكفل لي هنا افتح لي بهناك في شنو ساعتك سوق ليه لانه تاجر سوق اندرمان يا حيري وتعبان وضيق وكده نعمل يا زول الخور وتنمي السوق. لما السوق اشتغل سنه واحده المعتمد مدته شنو انتهت. جا المعتمد قدم غصن شال عصايته مرك جوله تفقد وقف قدام شنو بالله الله يسبق دي محل يعمل فيها سوق. طيب شو من اسعدتك صنع ليه صنع راجل الهام استنى الهام اسمع كسر الكلام ده نعم شو اسعدتك الناس تعبانه من المواصلات يا اخي تقول لي كركروا اعمل هنا موقف شو اسعدتك جاكسون فايف نقوم نكسر ده ونعمل خلطه لما اول ما موقف ده اشتغل المعتمد شنو الله يا معتمد ثاني عندنا القسم لكن دول ده من نمره اثنين شال عصايته انا حتى الان ما اعرف سر العصاية شنو طبعا لسه قام مشى وقف كده الله يسالكم يا شباب فين الكلام طبعا شويه حنين كده دي محله مقرنه نيلين محل سيدنا موسى راجل لقى الرجل الصالح تعمل ايه توك توك ركشات وحفله ها شنو صلنا مسافه سباق خيل يا اخي سباق خيل لازم يبقى خير لانه بيحب الخير. فهل تدار الدوله على هوى الوزير؟ يا جماعه الدوله تدار على هواها وهوى الدوله استراتيجيتها خطتها. الوزير يجي ينفذ وبس ما عنده حاجه. عشان كده احنا اول قانون الان اقترحناه لاخواننا الجايين هو قانون الاستراتيجي القانون اللي يحمي الخطه الوطنيه ويقدر يرفض الوزير لو خرج منها. ما في حاجه ثانيه خالص. كده عامل البطيخ ده. البطيخ ده ما بيشبه بطيخنا مع ان عندنا نفس الوطن ونفس المويه لكن احنا يا جماعه تفكيرنا شنو؟ نمط ما يدعي
نمطي نمطي. يا جماعة المعقول جملة الدويم حق السنة 56 هي نفس جملة الدويم اللي لا نفس جرى كانت زي 36 رطل لسه شغالين بجزورة يا أخي العالم بيتعلم بيتكلم عن الدح. أنا أحكي لكم مشيت مرة برا اشتريت لي علبة بتاعة حلاوة فخمة النوع بتهدية كده للسفير يعني خلطة بين القنقليز والعرديب دارشين القنقليز زي الجوزة كده كده شربوا مستغربين وأنا ضيف أضيفهم كيف يعني جينا القاعة الشريحة كانت دي قلت لي يا جماعة رأيكم شريف الحلاوة ديتكم لادي قال لي لك ما مبالغة يا أخي قلت له طيب رايكم شوفي في الكركديه التيبات قال لي برضه مبالغه قلت له طيب اين يوجد الكونغوليز؟ قال الله في كردفان اين يوجد الكركديه؟ في كردفان اين يوجد العرديب؟ في كردفان من اين اتيت بهذه العلبه؟ المانيا الفرق بيني وبين المانيا انه الراس داير فرمته والله العظيم يا جماعه الناس قام واحد مره قال لي انت ابو صالح شغلك ده مهم قلت له انت شخصيا صاحبي من المورده قاعد تستخدم القرط لما تيجي فيها بقحة بيجيب المبخر يخط الفحم يجيب البتاع يتغطي البطن قلت له والله يوم كده المبخر ده يحرقه بيحرق البيض قال لي لكن الألمان قالوا غاز طبي قلت له إذا هم قالوا غاز طبي يا أخي خليك زول حضاري نعمل لنا مصنع نخط الغازة زي علبة ناس الأزمة حاجة فخمة جدا في الجيب كده بختين كده وخلاص شنو بنضره بناي قال لي أبو صح شغال مع الجن يا جماعة الجن شنو يا أخي ده تفكير إبداعي يا جماعة أنا الآن لو فكرت السودان بيتكلم عليه الآن الصورة دي القامة تسقط بس دي ما يمشي فلان جي فلان أفكار جديدة أنا أصدر التوم زي حبوب البنادول إكسترا ما حصدر شوارات الخواجية في أمريكا تقشروا وتخطوا في الفندق وتخرب المعلقة والكلام ده كبسولات يمكن يكون كوماشنو بخاخ كده يعني. يا جماعة هنا لازم شنو إبداعنا حتى في السياسة داري إبداع سياسي حتى في الإعلام تفتح إذاعة ألو منو معاي عليك الله وطي صوت التلفزيون ما في إبداع مش كده أي حاجة ما فيها إبداع محتاجين إبداع في كل شيء طيب عين المملكة شكله كيف إبداع أنت بس من القوم بس خط لي عصاية بجاي كده باب ما بنقوم ما في دول فكرين إحنا عاوزين إبداع في كل الاتجاهات دايرين تفكير كبير ما معقول صدقني مع بعد 63 سنة خشي 64 بنصدر بخمسة مليار دولار هي معنا شركة صغيرة احنا ما بيشبهنا ده محتاجين لانه صادراتنا كثير يا اخي الليله عملنا دراسه مع ناس جامعه الخرطوم دي والله حاجه مخجله بيتعملت شاب عمره 30 سنه الان قاعد هنا في الرياضه بتاعي 30 سنه الكونغوليز ده اطلعت منه 22 منتج فوار حبه للكوليسترول تخفيف 22 الامريكان سكننا ولا اليابان سكننا وهم سره طالما قامت الصور دي انه الامل دي مصنع الوغام يد السودان قدر صادرات السودان في كل الكلام اللي بيقول مشروع الجزيرة وسلسلة القطار بين الجزيرة يعني احنا جماعة الحال ده ما بيشبهنا بيشبهنا تفكير كبير طيب انا قلت لكم فكرة وطنية شنو فكرة وطنية هي عبارة عن فكرة سياسية اقتصادية اجتماعية انا هقول لكم بسرعة فكرة سياسية معناتها اول حاجة يا جماعة منو نحن هل مسيرية ولا مساليب ولا رزيقات سودانيين وبس الله اكبر الله اكبر جبال قلت لكم القانون الاول قانون الاستراتيجيه بيحمل استراتيجيه القانون نمره 2 اللي من هنا وجاي يقول حاجه مرمطه للسودان ما في كويس مره في 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 فتره انا عجبني مره في فتره يعني رئيس سابق وجنقه في سفارة أجنبية من دولة أوروبية الناس واقفين في الحر عشان يأخذوا تأشيرة فطوال الرئيس رجع قال لي سواك أرجع دي شنو قال لي سفارة الدولة الفلانية فطوالي وصل المكتب ضرب الخارجية قال لي خلي السفير الفلاني يجيني فجاو السفير ما سلم عليه قال لي شو اسمع لو أنت ما قادر ما بتحترم الشعب السوداني قفل السفارة خلال 48 ساعة النتيجة الناس يشتغلوا ليل نهار نعملوا الصالة ومكيفات وغيرها هي معها كرامة الشعب السوداني وعزة الشعب السوداني أيضا كرامة الإنسان السوداني وعزة الإنسان السوداني فكرة تؤسس للعدل وتعظيم دولة القانون يعني دولتنا الجاية من التكلم عليها دي تعتقد بس ما في زول محصن من سيادة القانون بما في ذلك رئيس الجمهورية كل يتحصن اثنين إسناد أخلاق للنشاط الوطني بمعنى شو يا جماعة
لو كان في اسناد اخلاقي ما كان حصل لنا. انا الاخلاق بوصف لكم كالاتي: جسم الانسان ده فيه روح، اول ما مرقت الروح لازم نستر الزول ده نوديه المقابر، لو ما سترناه بيعفن. فالروح للجسم زي الاخلاق للنشاط الانساني السياسي والاقتصادي، عشان كده لما انفصلت الاخلاق حصل التعفن. كل يوم مليون دولار، وين 300 مليون دولار واحنا ما عارفينها؟ اسناد اخلاقي واسناد معرفي. انا منو اخذ قرار في قضيه معينه بزور ولا مويه؟ ما يمكن اغلط. انا اتذكر زمان سالت واحد خواجه صيني، قلت له كيف بتاخذوا قرار استراتيجي؟ قال لي قرار مستويات، لما يكون مستوى كبير بأس البلد كلها لازم يكون يستند ل 5000 سنه من العلم والخبره. قلت له كيف يعني؟ قال لي مثلا قضيه مثلا معينه زي قضيه مويه، زي صراع المويه، لازم يجيب 70 بروفيسور بتاع مويه، ولازم اجيب ولازم اجيب 70 خبير مويه، ال 140 اضربوا في 35 سنه خبره ب 5000 سنه، يدوا لك شوربه قدام شنو؟ الوزير الرئيس اللي قام وصف لي بمثل صيني يشبه مثل الملك فاروق. الملك فاروق قالوا يا جماعه بيشرب شوربه، بيجيبوا حله كبيره يخطوا فيها 14 كرتون من الجزر والبنجر والخضار و80 حمامه، يخطوا المويه يطلعوا منها شوربه، يصفوها يخطوا شموع عشان يخففوا يبخروا المويه دي بدون ما يحرقوا الفيتامينات. وبعدين كانت بقت الشوربه شنو يا جماعه؟ كوباي، يعني الكوباي دي اصبح فيها 80 حمامه و14 كرتونه من الفيتامينات والمعادن. زولنا شنو؟ يعني الجقمه دي يكون كده زي 10 حمامات وكرتونه. يعني يعني يا جماعه باختصار انا القرار بامنه باسناد معرفي، ما انا الوزير معناته لا اريكم الا ما ارى. يشتغل براي شنو؟ المعرفه. سياده نظام القانون، المحاسبه والشفافيه. هي ما في ترتيبات عمل الانسانيه عشان تحمي الانسان من الفساد. الان العطاء لو دار ابن المملكة ده قلت عطاء شفاف تحت الضوء ما في زول ما بتجيني افضل عطاءات احسن سعر واحسن مواصفات. لكن لو اضغطت في الظلمه ابو القاسم مش كده؟ مواصفات تنزل وجودة. عشان كده الكوريين لما بدوا شغلهم ده ما كان في انترنت زمان، شاشه كبيره يقول لك السكه حديد العطاء. الشركه البريطانيه قدمت 100 مليون دولار، الشركه السويسريه قدمت 98 مليون، الشركه الماركه قدمت كده قدام الشعب الكوري كله. عارفين الشركه الفرنسيه قدمت 85 تفوز، وبعد ده كله تمشي المحكمه، المحكمه برضه شنو؟ التلفزيون ناقله، ما في طريقه لاي زول غير موحد يمشي، يعني احنا الغيظيات ما ينفع. المحاسبه زول خمش طوال يتحاسب ومشي السجن، لو حاسبت مره الكلام لك يا المنطق ما في زول بيعملها. اثنين، المساواه في ممارسه الحقوق، ما تميز بين الناس. وايضا ممارسه الحقوق على اساس المواطنه، يعني باختصار لما تتقدم تاني للخدمه المدنيه كموظف ده يعينوك لم نسالك من قبيلتك ولا من حزبك، بنعرفك سوداني مؤهل وبس. غير كده ما في حاجه. وهكذا حريه التعبير وحريه التنظيم. فكرة تؤسس للمشاركة الوطنية لينا كلنا، للتداول السلمي للسلطة. ما يجي واحد الصباح خمسة يضرب صفات ويقول بيان رقم واحد. تطوير سلوك الحكومة تجاه المواطن، الآن بدأت تحصل القصة دي يا جماعة، الآن سلوك الناس بدأ يتطور. أنت يا أخي تنهر من البيت لحد ما تجي راجع البيت. لا، الخواجات سموا الموظف الخادم العام، جنرال سيرفر الخادم العام، احنا قلبنا نقلب الأمور. نستعدل. التوازن بين السلطه السياسيه والسلطه المهنيه، اقصد بها شو يا جماعه؟ الوزير عنده سلطه في راسنا، اي نعم. لكن مثلا ليلى السلطه المهنيه، انا مثلا لو مسؤول عن هيئه المواصفات وقلت الاسمنتي ده تالف، ما يقدر يتدخل الرئيس ولا الوزير، تالف يعني تالف. انتهينا، دي سلطه مهنيه ناسسه، وبالتالي ما يجوز دخل حد الوكيل، دي سلطه مهنيه. استدامه الاصلاح، مش كنا نخرب ونصلح، من الاول نعمل شغل ما نخلي يحصل اساسا الخراب. نعمل علاقات خارجيه تمنع على مصلحه السودان ما على مصلحه فاسدين. يكون عندنا دور تجاه تحقيق امن الانسان والعالم، احنا دوله ترسل الامن والسلام للانسانيه. فكره اقتصاديه بتاسس للجدوى الانسانيه والجدوى الاجتماعيه. عداله اقتصاديه. انا داريكم تخشوا اليوتيوب وتشوفوا قنواتنا الا افلامنا. دايرين احنا يا جماعه لما نتكلم على السودان الجاي، لما نقول لك دارفور الكبرى كانه نتكلم على الدنمارك افريقيا. انتاج الحيوان وبالتالي المدارس
وكليات الانتاج الحيواني ومدارس النحل والمراكز البحوث. لما نقول الهولندا بتاعت افريقيا حتكون هي كولدوفان الكبرى. لما نقول السويد بتاعت افريقيا اللي ينتج المعادن والورق والاساسات ده النيل الازرق وسنار وهكذا. خلونا نتكلم كلام بتاع انه الولايات تكون متقدمه جدا مش نركز التنميه في محل. دي اسمها العداله الاقتصاديه والتنميه المتوازنه. كل ما في مواطن سوداني غادر الولايه بتاعته بحثا عن عمل او علاج او طيب كل الولايات تكون بمستوى واحد من التنميه. نزيد دخل يتوزع بعداله، يعني ما نعمل اي 200 شركه تسيطر على الدخل السوداني. ودي عندنا فيها كلام عميق جدا جاي لي لقدام. نعمل قدرات تنافسيه لانتاج اللعلة. يعني ما ممكن يكون زي السمسم بالطريقه دي؟ ما في شيء يمنع. وقيس على كده انتاجنا. يكون عندنا حصص في السوق العالميه كبيره. ننوع مصادرها الذره، دخون، زراعه، صناعه، معادن، يعني ننوع مصادرها عشان ما يحصل لنا ارتباكات. نعمل علاقة بين الكبار والصغار عشان نؤمن فرص العمل للصغار. يا جماعة لو ما عملنا علاقة بالاقتصاد الكلي والجزئي هتيجي شركات كبيرة لكن يكون الشعب مطحون تحت. لكن احنا الآن طبقنا نموذج نمور آسيا اللي شركات كبيرة نعم لكن مخلوقة بشنو؟ بالصغار. بمعنى الآن شركة الهونداي ولا التويوتا ما بتقدر تنتج باللية بتصمم العربية بتجمعها بتبيعها لكن ما بيسمح لها تنتج بمسمار. منو اللي بينتج المسمار؟ المنتج الصغير. النتيجة ده مستفيد وده شنو؟ ده مخنوق بيده وده مخنوق بيده. لكن المنتج الصغير لا بيعرف البنك، لا بيعرف المحلية، لا بيعرف الضرائب، لا بيعرف زوره ده. مواردنا الطبيعية استراتيجية زي الذهب والحديد. هل معقول يا جماعة احنا دولة عاقلة ادي لي بني ادم واحد مليون فدان لمدة 90 سنة بدون ما يكون عندي مصلحة يدمر وسطي ويشفط مويتي وما يشغل حتى الشعب السوداني مقابل شنو؟ بالتالي احنا نتكلم لابد ندير موادنا حسب مصلحتنا السودانيه. الجدوى المائيه الان لازم يقول لك نزرع برسيم 4 مليون فدان برسيم بتستهلك 22 مليار متر مكعب موي، يعني كلها كم سنه؟ زول يحفر بريطانيا في السودان ماي نكون شفطناه مقابل شنو؟ كم دولار؟ وانا في الوقت ده ساعته بشفط الموي البرسيم بستورد اللبن ب 400 مليون دولار وجبنه. يا اخي ما نتيجه الجبنه واللبن هنا؟ واوفر واصدر كمان. فكره واجهه التنافس العالمي، يعني العالم تحكم ملكة، لكن بدل ما يكون تناقض احنا نحول التناقض ده لشنو؟ يعني مره عشان اشرح لكم دي بطريقه بسيطه، مره واحد كده بتكلم في المحاضره ايام الازمه الماليه العالميه. في واحد سرح لما رجع كده قال لي الله اكبر على امريكا. قلت له الله اكبر على امريكا لكن حاصل شنو يعني؟ قال لي انت ما شايف امريكا دي الان تترنح؟ تقوم الصين تدفير كده نخلص من الموضوع ده. قلت له والله يا اخي ما اظن. قلت له قال لي قلت له الصين امريكا عشان تحمي نفسها ارتبطت بمصالح ضخمه مع الصين عشان ما تاذيها، فارتبطت ب 500 مليار دولار. الصين بتصدر لامريكا 360 مليار دولار، يعني يوميا مليار دولار. فقلت له اديني وديك اديني وديك اديني وديك تكنولوجيا طيارات بالتبادل الاستراتيجي. أمن المستقبل وحقوق الأجيال القادمة نعمل لهم حقوقها. تنمية عمرانية مدن راقية عشان نرفع مستوى الدخل للمواطن. زي ما قلت لكم ليه أنا دخلي 120 دولار وناس تمين أكثر. ممكن احنا نصل لمستوى الدخل يخلي الشعب يعيش في أمن وسعادة. يا جماعة النشاط الإنساني في الكرة الأرضية كله عنده حاجتين أمن وسعادة الإنسان. احنا الحتة دي ما قدرنا عليها. أمن 63 سنة لك لك حروب وسعادة أنتم براكم عارفين. الفكرة الأمنية أن ننظر خلف البندقية ما أمام البندقية. حاسة يا جماعة أنا مسكت البندقية دي كويس؟ دي بندقية فكيتها هنا ومشيت فيكم هتعملوا شنو؟ هتشوطوا طوالي لأنكم عاينتوا قدام البندقية. يا أخي عاين بدل قدام عاين خلف البندقية حيث الإنسان ما لاقي موية ما لاقي صحة ما لاقي تعليم ما لاقي فرص عمل. النتيجة بشيل البندقية ومغبون. فلو عملت تنمية لو عملت في هناك المويه والتعليم والصحه وفرص العمل وغيره ما بشيل البندقيه. عشان كده ما بده يبيع الحركه مصلح في المانيا ما لانه عجباه ميركل لانه يا اخي محل ما يمشي التنميه بنفس المستوى ما بحتاج امشي من محل لمحل عشان بحث عن المويه والتعليم. عشان كده المحطه الاخيره للتنميه هي الامن والاستقرار والسلام ملأ الحربي. بالتالي محتاجين أمن عن طريق التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل ولايات السودان. وقتها نمنع شنو؟ ما في زول بشيل بندقية. وآن الأوان لأن نضع السلاح بما في ذلك الحركات الوطنية المسلحة.
ايضا نربط مصالحنا مع كل العالم عشان في النهايه مع سواء اقليميا مع شاد افريقيا الوسطى جنوب السودان اثيوبيا كل الاقليم ونربط نفسنا حتى مع الدول الكبرى. وانا اقول احنا كاستراتيين خشينا في حوارات مع معقول ان النادي كلها راجع بس الحكومه دي تجي مارقه النادي بس داري شنو يخش فكره ثقافيه اجتماعيه بتتاسس على السلام الاجتماعي والحب والتسامح والاحساس بالاخر. كلمة الحب دي احنا ليه ما عجبانا يعني؟ وفي حياة بدون حب؟ يا اخي الليلة السلام يبدا من حب بين اثنين زوج وزوجته مش كده؟ وحب الحبوب وحب الخال وحب كده واحساس وسلام احس بالاخر حتى لو كلم مش كده؟ ده عن طريق التعليم محتاجين لتنمية اجتماعية محتاجين لتنمية ثقافية ما تقول امشي وتعال بكرة تنمية ثقافية عدالة اجتماعية مش كده؟ لكن محتاجين لنقلة نوعية في التعليم، التعليم بتاع الماشي ده جنبها شنو؟ دايرين تعليم جديد، لأنه بداية تشكيل المستقبل يبدأ بالتعليم. معرفة جديدة، تشكيل ثقافي، تشكيل سلوكي، هندسة نفسية، هندسة وجدانية، مرة واحد في دورة تدريبية ما فهم كلامي، قال لي شنو يعني هندسة ثقافية؟ قلت لي اسمع أنت ملاحظ إنه لبسك ده ما محترم؟ لابس اخضر مع اصفر مع كده فقام وقع في الفخ قال لي انا من اول يوم حاسبه قصدني وقمت جاء واحد ماشي طلبته معانا كان في الجامعه بروفيسور في ولدي استفدت من لبسه راجل شاطر لما مجنون وقلت له يا بروف انت منتبه لبسك ده ما منضبط لابس بنطلون بني قميص بنفسجي كرافته حمراء مع قميص اخضر الجزمه بنيه الحزام لون شنو العكه دي شنو يعني نفس الكلام قلت له زو ده قال لي يا اخي ثانك يو فيري يو ار رايت شكرا جزيلا كلامك صح طيب ليه ده قال لي شكرا جزيلا كلامك صح وده قال لي من اول يوم عارف قصدني ده الهولندي من الروضه هندسه مش هندسه المباني طوبه في طوبه اسمنت هندسه النفسيه والهندسه علموه السلام والحب وحب السودان والكلام ده وداك فكوه في الشارع احنا فكونا في الشارع ده المقصود بيهم دايرين تشكيل ثقافي وسلوكي جديد تعزيز الانتماء الوطني تعليم يعزز التفكير الابداعي والابتكاري لكن كده اجيفوا معاي في الفتره الانتقاليه طيب اللي هي يا جماعه الفتره اللي ان شاء الله تبدا خلال شهر رمضان المعظم احنا محتاجين لحكومه ابداع سياسي اقتصادي اجتماعي فني اعلامي لكن محتاجين استراتيجيه نفسيه بمعنى شنو يا جماعه اي دوله لما تبدا يكون في مرارات من الماضي امريكا الحرب الاهليه اوروبا بعد الحرب العالميه 40 مليون الصين يعني اي اخر رواندا المليون ماتوا في خلال شهر واحد طيب الاستراتيجيه النفسيه اول حاجه دايرين نشيع الامل والتفاؤل في النفوس يعني المحبطين والمحبطين ما دايرينهم السودان ده ممكن يبقى الامل اثنين نبني الثقه احنا قادرين ثلاثه لابد نحس في روح جديده وروح مختلفه في السودان ماشي لو ما الناس حسوا في شيء جديد يبقى احنا فشلنا لازم يحسوا في حاجه مختلفه تجري في السودان نتحول من انا لنحنا لكن معالجة ورد المظالم ومحاكمة المفسدين والمجرمين لما يا جماعة النفوس فيها عشان أبدأ لازم شنو يعني أنا واحد زميلي قلت لي أول مرة يا عبد الفتاح تتأخر مواعيدك مظبوطة قال لي الحقيقة إحنا فلان الفلاني كان مات قبل 30 سنة اتكتل ظلما وأمه قالت لا بعزز زول لا برفع خيمة لا ببكي وبعد 30 سنة يوم 11 أبريل مع إذاعة البيان الأول قالت لأولادها أرفعوا الخيمة حتى بعد 30 سنة بكت رجع الزول ده المقصود بيه يا جماعة شنو؟ نفتح صفحة جديدة زي ما فتحوها الروانديين نستدعي سلطتنا الأول بعد سلطة الشعب هي سلطة العلم والإبداع علماء السودان نطور عقل الاستراتيجي اي يفكر السودان ما احنا نفكر ما موجود الكلام ده
إنتاج الفكرة الوطنية في الفكرة الوطنية إحنا عارفين كعلماء استراتيجية هتجي اللحظة يزبط وقتها الشعب السلام حستنا 4 سنوات إنتاج الفكرة هي دائرة 4 سنوات عشان كده هي أنتجت جاهزة محتاجة فقط علماء السودان يقولوا شنو رأيهم فيها يعدلوها لتصبح الشاملة ونكون بالتالي أنتجنا الخطة بتاعت الدولة السودانية المفقودة منذ 1-1-56 بعد ده يجي الناس ينفذوا ما مهم يختلفوا في التنفيذ ما بيختلفوا في هذه الخطة محتاجين نعمل تكامل لنشاطنا جماعة تشريعاتنا ضد الاستراتيجية والاستراتيجية ضد السياسة والسياسة ضد يعني في عكة فعاوزين نعمل شنو تناغم جديد وبالتالي محتاجين نعمل تناغم بين الهيكل والاستراتيجية والتشريعات ننتج مسودة الدستور السوداني والدستور يتعدل عشان يؤسس استقلال القضاء ويحمل فكرة وطنية ويطور العقل الاستراتيجي بتاع الدولة ونعمل فصل بين السلطات بما يؤدي لاستقلال حقيقي للقضاء القاضي حاكم فعلا الرئيس والوزير وإصدار قانون استراتيجي اللي يحمل فكرة وطنية زي ما قلت لكم ما في زول تاني يطلع منه وهذا القانون جاهز ولوائحه جاهزة نعمل تشريعات جديدة غن نلغي غن نعدل غن نصدر عشان تكون في شنو متكاملة وغن نعمل سياسات جديدة نلغي أو نعدل أو نصدر وهكذا نعمل هيكل إداري للدولة غن نلغي الولايات دي يبقى 6 يبقى 5 المهم هيكل وزارات شكلها شنو مش كل يوم مستنسخ لها وزارة جديدة نتعامل مع الأزمة الاقتصادية وفي حلول لها الأزمة دي أنا ما حخش تفاصيلها عندنا حاجة اسمها المنظومات الإنتاجية عشان نطمن الناس بس يا جماعة المنظومة الإنتاجية إنك شنو بتوجه جهودك نحو حاجة معينة عشان بالنهاية بعد سنة تطلع لك شنو نتيجة إحنا زمان مثلا يجي مشروع خلي بالكم معي يا مشروع محطة موية والله يا أخي الدول قضارف بعد شوية يجي محطة الصرف الصحي أقول لك إحنا طولنا ما أدينا الشمالية حاجة الدولة الشمالية بعد شوية جت محطة كهرباء والله يا جماعة أم التيمان بترد على البكاي الدولة الجزيرة ديل بعد شوية إحنا أنجزنا لكن شنو مشتتة لكن تخيلوا وجهت محطة الموية للقضارف ومحطة الكهرباء للقضارف وشبكة الموية للقضارف ومركز التدريب للقضارف ومدينة سكنية للقضارف والمستشفى للقضارف هعمل منظومة مدينة الزيوت اللي في القضارف النتيجة هنتج زيت عشان كده الآن بنتكلم هنا يا جماعة على منظومات 14 للفترة الانتقالية منظومة الزيوت القضارف منظومة زيوت شمال كردفان منظومة الغزل والنسيج منظومة الذهب 14 منظومة من ما تبدأ الحكومة دي لحد ما تدي حقها 8 شهور تعادل الميزان التجاري اللي بيعاني وتوقف الدولار ده شنو في حتته وقف الهدر المال بمنع التجنيب وقف الهدر بإحكام السيطرة على المال العام والإحاطة بالمال بتاع شركات الحكومة الشركات إحكام السيطرة على النشاط المتعلق بالذهب إنتاج وشراء وتصدير وما أدراك ما الذهب إذا في تطرف حيكون عندنا تطرف واحد بس التطرف في إقامة العدالة والحكم الراشد هنحتاج لنظام مستدام للمعلومات منظومة مكافحة الفساد ودي حتكون بقانون تحاكم أي زول منظومة قياس يعني شنو قياس ما يجي الوزير في المجلس التشريعي أو البرلمان وإننا لن نأجو جهدا ولقد بذلنا ويعمل لك ولن مش كده يا أخينا الموية كانت 80 لتر إحنا يفترض نصل 120 وصلت كم يعني مركز صحي لكله 10,000 ده نصل المركز لكله 5,000 وصلت لكم ما تتكلم ليش شنو عربي نتكلم بالأرقام أنتك ما أنتك يا جماعة الوزير شنو يتوكل على الله تعز علاقة بين أهل العلم مع الدولة محتاجين نأسس استراتيجية اقتصادية يا جماعة أقول لكم حاجة أنت عارف للأسف الهدف الوحيد اللي بيجيب القروش هو له هدف ما داري قروش مناخ أولا إنه نأسس الثقة عشان كده الحكومة الجاية الراشدة بتأسس الثقة بنعالج الفيروس بتاع أمشي وتعال بكرة وحقيكم كويس سلوك الحكومة تجاه المستثمر ما أمشي لتعال بكرة اثنين تنافس شريف من خلال عدم التمييز بين المنتجين شفافية في كل نشاط الاقتصادي بتاع الدولة أن نتقيد بقبول أفضل عطاء يقول لك في الجرائد بالمكتوب يقول لك الوكيل غير مقيد بقبول أفضل يا أخي ده يناقض قوانين التجارة الدولية مقيدين بالأفضل عطاء سيادة النظام القانون أنا اليوم اللي يجيب الوزير السوداني أمام القضاء وخصم شركة ما أعرف سعودية ولا فرنسية والقاضي حاكم الحكومة اللي يبقى دوبك الناس حيجوا يستثمروا شنو في السودان سيادة النظام القانون محاكم نيابية عصرية وتقاضي رقمي عشان واحد يأخذ حقه عدم الاحتكاك معقولة يا جماعة أخلي القمح والسكر والدقيق والمعرف البنزين شركة 2-3 احتكاك عدم التأمين محتاجين نطور سياسات اقتصادية بقوة كاملة
محتاجين ننتج سياسات ماليه جديده ما درس حمر راسكم فيها. نستغير السياسات، نطبق التشريعات بحزم، محتاجين الحكومه الذكيه عشان لان الحكومه الذكيه فيها نوع من الاجراءات السريعه وفي نفس الوقت بتحارب الفساد. طيب هل بنقدر الحكومه الذكيه؟ طرحت الكلام ده مره في محاضره، اتصلوا بي شباب سودانيين قال احنا الشباب السوداني الشغال في مايكروسوفت لما انتبهوا على الحكايه دي احنا بنعملها. ما دايرين شنو؟ ما دايرين شنو؟ لو في فكره استثماريه ما كان المغتربين السودانيين اشتروا شقق ب 25 مليار دولار. ليه مرقت برا؟ بينما المال المصري بتاع المغتربين انشا مدينه العاشر من رمضان، قروش بعد مغتربين انشا مدن بشغلها كم مليون مصري. ما في زول بوجه القروش دي. القروش الريحه والهدايا حقت المغتربين في كم سنه عملت الدراسه دي بتعمل 11 منطقه صناعيه في السودان بالامريكان ستاندرد العالمي، لكن لانه ما في زول بوجه الناس نحو شنو؟ الافكار دي، ما في تفكير، ما في عقل جمعي. محتاجين لعلاقات خارجيه اقتصاديه، نستعمل نظام زي البوت اللي يا جماعه زي مطار خرطوم ده ما عندي له قروش يا جماعه. عطاء انا بيجي زول بيبني المطار بيحسن زيه زي اي مطار في العالم بقروشه وبيدور انت حدك في السلطه السياديه الفضاء الناس الامن المخدرات يرغبوا زي ما المطار العالم كله شغال. هنا ليه ما قاعدين نشتغل؟ لانه المناخ السياسي ما موجود. محتاجين نجيب شركات اداره احترافيه، شركات تسويق احترافيه عشان نواجه المنافسه العالميه، نستعين التعاون بالتعامل الرقمي، ومحتاج نعمل ابتكار وانتاج معا في الجانب الاقتصادي. ثم الحكومه حتنتج اخر مهمه لها وهي اجراء الانتخابات الحره النزيهه. لكن يا جماعه انتم الان قاعدين هنا في القياده العامه، وان شاء الله خلال الايام تتشكل السلطه المجلس السيادي والحكومه والمجلس التشريعي ونخلص لتتحول المهمه من الاحتشاد في الميدان الى احتشال لحماية الفكرة الوطنية. عشان كده قلت لكم الآن يا جماعة ما حلسنا للحكومة 30 سنة. أول ما جاء عطاء يتعمل أم غنوتي طوالي إحنا حكون عشان ظهرت مقصة حماية الثورة وغيرها. استوب تسقط بس، ما الحكومة كلها، الوزير ده يا موظف في الدرجة الثامنة حقيقة يسقط بس، يعني أبقى شوكة حوت. حس واحد مشي وداك في واحدة من الوزارات داير يعمل إجراء، الراجل مارق وجاي وما الفطور وما الفطور وكده، طلع في الطريبيزة قال ليهم تسقط بس، واحنا عملنا الصبر عشان نجلس دوا كده. الجماعة يا اخوي فوق كم دقيقة رب بالله بعد ساعة نفر قاعد ما في، نفر قاعد ما في. بعد شوية في وزارة ثانية ما حسامي لكم الموظف يمشي يقول اخينا الشغل بيبدا كم؟ قال لي ساعة العمل تبدا الساعة 8، وانتم حتبدوا شغلكم بيتين؟ قال لي 9:30. قال لي يعني منطقة شنو؟ قال له نظامنا كده. قال له نظامنا احنا الشغل يبدا 8 وبس. طوال قام بات هاتف الجماعه هاتفوا معاه الموظف، لو سمحت معلش معلش دقيقه، خش المكتب دق 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 ربع ساعه زول كان قاعد ما في. يعني احنا حنبقى شوكه حوت؟ واحد عنده اولاده في الكورس الصيفي جايبوا عليه شنو؟ السندويش باعه 5 جنيه، الاولاد عمره 12 سنه. زاد ديما السندويش. قال لي يا عمك ما دايرين. يلا يا جماعه العضه شنو؟ عنده الشير للعضه. جمعوا الشير اشتروا من الفرن الرغيف اشتروا طعميه حشوها وفاض ادوا للمساكين. زولنا مش اشتكى المدير قال لنا اكلي بار، قال لنا اسوي لك شنو؟ فبالتالي احنا الان الكباسيب الجايه هي الرايه الحكومه الجايه دي انه الناس شنو؟ في البرازيل عندهم السيل عظيم كاتشب شو؟ بيبيعوا ب 40 عملتهم دي قالوا. فزادوها بقت كم؟ لو كان ب 35 عملوا 40. البرازيل عملوا شنو يا جماعه؟ ما دايرين، ما دايرين. الجلس الشركات دقت الجلسه قالوا شنو؟ رجعناها 40. قال لهم برضه ما دايرين. رجعوها شنو؟ 35. لا ما دايرين. رجعوها شنو؟ 30. احنا حنبقى جلس ده نوقف الفوضى. طيب لكن تفتكروا خلال فتره الانتقال في مهام ثانيه، انتوا الان القدامي مش قلتوا تسقط بس؟ مش سقوط الفساد التقليدية الكلام القديم. طيب نفس الشباب أهل حسب الديل الراكبين راسهم ديل، ها ديل هم نفسهم حيمشوا يصوتوا في الصندوق، ما حيصوت دي قديم اصلا. اذا حتنشا خلال الفتره الانتقاليه احزاب قايمه على العلم وعلى الابداع والاخلاق والباقين
ودعناكم الله. الأحزاب جاي مع مصلحة السودان أولا والعلم والإبداع والأخلاق. لكن كده أنا داير أديكم نموذج، هذا النموذج كل ولاية السودان موجودة أونلاين فتشوها قاعدة عندنا، لكن داير أديكم نموذج لسلسة 40 ولو بقينا رجال وكان داكات بيبقى 30، لكن كده نشوف مع بعض. بينما بعض الدول لا تملك ما تملكه دول كبرى، مواطنها يعاني ويفتقد أبسط مقومة الحياة الإنسانية بل يفتقد للأمن. بينما بعض الدول لا تملك ما تملكه دول كردفان مثل كوريا وسنغافورة التي تساوي مساحتها أقل من 1% مساحة جنوب كردفان، والتي لا تملك لا أرضا ولا ذهبا ولا معادن ولا تاريخ مشترك ولا قوم مشتركة ولا لغة مشتركة، ورغم ذلك استطاعت في عقدين من الزمان تحقيق الرفاهية لشعبها بناتج إجمالي بلغ 360 مليار دولار ومتوسط أجر الفرد 80,000 دولار سنويا. هناك لحظات تاريخية تتجلى فيها عظمة الإنسان وعظمة قيادته، تجلت في الأوروبا عقب مرارة الحرب العالمية الثانية، وهكذا تحالفت ألمانيا مع عدوها في الحرب فرنسا، وبالأمس القريب تجلت العظمة الإفريقية في رواندا التي طالت صفحة ملطخة بدماء الملايين أبنائها، ليشهد العالم عقب ذلك مولد هذه المعجزة الإفريقية. نحن نحتاج لوقفة، فلا يوجد أغلى من دم الإنسان ولا يوجد أغلى من كرامة الإنسان. فوق مرات الماضي وأخطاء الماضي، نحتاج لصفحة وفتح صفحة جديدة، طالما أننا نؤسس في فكرة تمنع تكرار أخطاء الماضي، من أجل حلم واحد يجمعنا، جنوب كردفان 2040. Thank you.
حجاوبته أنا. أما أنا لهذا العملاق الإفريقي أن يبرز، أما أنا لهذه المعجزة السودانية أن تبرز، أنا الأول ولا ما أنا؟ السلام عليكم.